مواليد برج الحمل ستفاجأ بأفراح قادمة وانفراد طال انتظاره قريبا. ستبدل أحوالك للأحسن بإذن الله، إن ربك إذا أعطى. نبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله أوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. إن شاء الله قراءة جديدة حصرية على قناة أسرار العالم الروحاني لمواليد برج الحمل إن شاء الله. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. وبعد الاستخارة إن شاء الله نشوف رسالتك من ضمن الرسائل لمواليد برج الحمل هتقول لك إيه. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم يا برج الحمل، سورة مريم. صلي على الحبيب المصطفى فضلا وليس امرا. كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، واحبابي في الله ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف يا برج الحمل في راحة من بعد التعب، يعني بعد التعب اللي انت فيه. يعني انا شايف بس ان انت دايما مهموم، دايما عندكم ضغط نفسي، يعني ما عندكش عدالة في حياتك، يعني بسبب هذا الأشخاص اللي في حياتك. أنا شايف يعني أنت بتذكي كتير بس دايما تتعرض للخيانة والصدمات يا برج الحمل. شايف هنا اليومين دول أنت شاكك، يعني شاكك في حاجات معينة، يعني اللهم صل على النبي، شاكك في مواضيع خاينة مضايقاك وخيانة، بس عندك طاقة إيجابية من بعد التعب اللي انت فيها بإذن الله تعالى. هنا شايف في ناس هنا ظلمتك، فالناس اللي ظلمتك دي كانت دايما بتتكلم عليك بالسوء، بتتكلم عليك بالفحشاء، بس انت رميت ورا ظهرك أشخاص كثيرة في حياتك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا كمان في راحة، يعني بس انت عندك هنا ذاكرة قوية جدا، بتحفظ نفسك بنفسك يا برج الحمل، بس عندك مشاكل ما بينك وما بين الشريك. شايف مشاكل ما بينك وبين الشريك. بسم الله الكاشف. شايف في توتر، في حيرة، في حاجات ورا بعضيها بتحصل بينكم. شايف هنا كمان في عدالة خير هتكون ليكم بإذن الله تعالى. شايف العدالة هتكون معاك يا برج الحمل، خير بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بس في أمور عندك ظلماك، يعني شايف في توتر. حاول تحافظ على صلاتك، حاول تحافظ على صحتك، حافظ على حاجات كثيرة، بس أنا شايفك أنت بتحاول يا برج الحمل تتخلص من كل الطاقات السلبية اللي عندك، بتحاول تشوف إيه اللي أنت محتاجه. أنا شايف في قضية في محاكم، يعني في أمور ما بينك وما بين الشريك، إن شاء الله بإذن الله كل ده هينتهي وهيكون خير بإذن الله تعالى. في خير دايلك يا برج الحمل من بعد التعب اللي مريت بيه، يعني أنت مريت بتعب الفترة اللي فاتت شديدة، بس هنا بسم الله الكاشف شايف في حاجات كتير بتتكرر عندك، يعني إن كانت أحلام، إن كانت رؤيات أو أمور أو حاجات. في أنا شايف في كلام بيحصل عندك اليومين دول، شايف في حزن كاتمه بالك يا برج الحمل وساكت. شايف في اخبار حلوه هتحصل معاك الايام اللي جايه باذن الله. شايف هنا في اختبار، الاختبار ده يكون كويس بليك، بس هنا في حيره يا برج الحمل. شايف في حيره، شايف هنا ما بينك وما بين حد، ما بينك وما بين حد سد، في سد ما بينك وما بين حد، بس في حد هنا كمان انت مش قادر تستحمله ولا قادر تتكلم معاه، ولا يعني مشيفش ما بينكم اي كلام، بس متمسك بارادتك، يعني متمسك بامورك اللي عندك. شايف هنا في حد عندك انت برج الحمل اديته فرصة، مرة اديته فرصة، بس ما في شخص معاك بتاكل وبتشرب معاه، بس في بينكم توتر حيرة. شايف هنا في ناس يا برج الحمل اكلت حقك وتعبتك نفسيا، يعني هنا شايف في قرار هنا خدته، القرار ده مضايقك او خانقك او تعبك نفسيا، مخليك في توتر نفسيا. شايف في كلام كثير جدا مضايقك اليومين دول. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغلق. شايف هنا في بعض اللخبطه في حياتك، بس في رساله هتدي لك، او يعني هيبقى في امور في معاكسة، بس خلي بالك ان انت هيكون عندك رزق
حلو، بفضل الله تعالى الرزق ده هيكون جميل جدا لحياتك، هيتحسن من الداخل اللي ديلك، يعني هيحسن من أمور كثيرة في حياتك بإذن الله. بسد أعصابك من كل الضغط اللي عليك ومن كل التوترات اللي بتمر بيها وكل التعب، هدي أعصابك. شايف هنا كمان في انفصال ما بينك وما بين حد، أو هتخرج حد من حياتك، أو ما في حد ما بينك وما بينه كلام الأيام اللي ده هي. شايف هنا في رادل، بس أنت صبور جدا ومستحمل حاجات كثيرة جدا، بس هنا في رادل بيكذب عليك، رادل في رادل بيكذب عليك. بسم الله الكاشف. هنا شايف برضه برد الحمل، شايف في حد ينور لك طريقك، يعني هينور لك طريقك لحد. انا شايف ما بينك وما بين برضه الشريك زي ما قلت لك مشاكل، او ما بين الاهل المشاكل، بس انت هنا في خطوة انت خدتها، الخطوة دي حاسس ان هي غلطة في حياتك يعني، فانت يكون عندك اكتمال مع شخص بقالك مدة عايز تعرف عنه اي حاجة، او يعني انت كنت باب بتدقه وكان مقفول ما بينك وما بين الشريك. شايفين ما بينك وما بين حد برضه، فربنا هينديك من العذاب اللي انت بتمر بيه في حياتك. شايف هنا اكتمال في بعض المواضيع اللي عندك يعني، بس اطلع من الطاقات السلبية اللي عندك كلها، حاول يعني تبص لنفسك وتخرج وبلاش ضغوطات عليك او تفكير سلبي. شايف هنا الناس اللي كذبت عليك دي يا ربنا هو الوحيد اللي هياخذ لك حقك منهم ومن كل اللي انت فيه. شايف هنا في بشرات حلوة هنا سارة ليك يعني، هنا بس في حد اكل حقك، يعني انت متاكل حقك من يعني من اشخاص في حياتك، فما تقلقش عشان يكون عندك خيار الايام اللي جايه باذن الله تعالى. فضل وليس امر، ادعم الفيديو باللايك احبابي في الله. شايف في بشرة يعني، والبشرة دي هتكون عوض ليك يعني من الايام اللي انت شفتها في حياتك، بس ما تخليش حد يستفزك، ما تخليش حد يجرحك اكتر من اللي انت الجرح اللي انت فيه. شايف هنا في شخص بيحاول يحطك في حداثة سلبية، تضايقك تخنقك، فياريت تركز كويس على جدك وعلى كل الطاقات اللي انت فيها. لو عندك طرف ثالث او طرف اخر ابعد عنه، بلاش تسمع كلامه وبلاش تخش في هذا الطريق. شايف في رادل برضه مفتري، الرادل ده موجود في ارض بيتك او موجود في حياتك، يعني مفتري جدا، يعني دايما كذاب جدا، بينافق، ما كانش كويس، او عايز يردع لك او عايز يكلمك، او هو ندمان حاليا، هو اخذ منك حقك او اخذ منك حد عزيز عليك وظلمك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا في كمان في طاقة هتتوزع على حياتك بالكامل، يعني هيكون في رسالة عندك، بس في ناس كثيرة جدا بتلعب على حياتك بالكذب والخيانة، بس ركز على كل طاقاتك اللي انت فيها يا برد الحمل، واطلع من كل المشاكل اللي انت فيها او بتمر بيها حاليا. انا شايف عندك خير او عندك راحة بعد التعب اللي انت مريت بيه، يعني شايف عندك اخبار الايام اللي داية كويسة، يعني شايف عندك يعني حاجات حلوة في حياتك. هدي بس اعصابك من كل اللي انت فيه. شايف الخلاف اللي ما بينك وما بين الاشخاص دول هينتهي بالخير، الخلاف اللي ما بينك وبين هذا الاشخاص هينتهي بالخير، لا تقلق. صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. بسم الله الكاشف. شايف هنا في كمان في بعض المشاكل اللي في حياتك، يعني اللي انت عالم بيها، يعني انت عارفها برضه، بس مش مقتنع ان هتكون في يوم في الايام هيكون في مشاكل. بلاش التسرع اللي عندك، او بلاش الخلافات اللي بتحصل على الفاضي وعلى المليان، يعني ركز كويس بينك وما بين هدفك. ابعد عن الناس اللي هم مدعيين انهم قلبهم طيب، بس هم دول بتوع مشاكل. شايف يعني في بعض المشاكل اللي هتتفتح قدامك، انت يعني خلي بالك وما تتسرعش، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، ان انت مالكش بالمفتري او ما بحبش تفتري على حد، هتاخد حقك باذن الله تعالى الايام اللي دايه، وهتنتصر على ناس كثيره جدا بفضل الله تعالى.
عملوا لك مشاكل او عملوا لك عراقيل او تعبوك. شايف الايام اللي جايه هتحل المشكله اللي عندك، وهتبعد عن حياتك الشخص اللي عامل لك العراكيل والمشاكل. يعني شايفينها دايما انت واخد بالك، بتبعد عن الفساد، عشان كده بينك وما بين السماء والارض رزق حلو هيتيك بذكر الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. وزي ما قلت لك انت دايما معرض للخيانة، يعني معرض للظلم، يعني هنا ما حدش عالم بالغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. فيا ريت تركز على كل امورك اللي في حياتك، انا شايف هتخرج من الازمة، من الناس اللي انت فيه او الحياة اللي انت فيه، هتخرج منصور منها باذن الله تعالى، عشان انت دايما بتدعي ربنا على الصراط المستقيم. انا شايف عندك هيكون فرحة بفضل الله تعالى. خلاص، واللي كان مزعلك وانت مش عارف تعاتبه لانك خايف على زعله ندمان، وفي اعتذار قريب منه ليك، لان انت مريت برضه بطائفة مالية، وربنا بيكرمك وهيرزقك بمال لم يكن في حساباتك ان شاء الله خلال ايام باذن الله تعالى. طاقة المال قوية، هناك مبلغ مالي ممتاز انت كنت محتاجه، هيتدبر وهتلاقيه ديلك من حيث لا تحتسب. في حاجة حلوة قوي هتحصل معاك قريبة كنت منتظرها بفارغ الصبر، وهتخردك من الزعل ده كله، وهتنسى الدنيا وهتضحك ليك مرة ثانية. انا شايف في شخص بيحبك قوي لكنه بعيد عنك ومش عارف يقرب منك. في حياة جديدة قريبة منك بتبدأها، اولها صعب لكن فيها خير ليك باذن الله تعالى. شايف عندك قلق وخوف وحق كبير، عندك حد ظلمك، لا تقلق هتأخذ حقك، العدالة الإلهية لن تتركك الأيام القادمة. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها، وأكثر من سورة مريم بإذن الله تعالى، فتح الأبواب المغلقة. ونشوف رسالتك يا برد الحمل بتقول لك إيه. فضلا وليس أمرا لدعم الفيديو أحبابي في الله باللايك. ربنا ياخذ الحزن اللي جواك ويزرع مكانه فرحة. يا برد الحمل، ربنا ياخذ الحزن اللي جواك ويزرع مكانه فرحة. آمين يا رب العالمين. وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من التعطيل أو من القرين أو من التابعة، في صندوق الوصف أسيب لكم الفيديوهات للعلاجات بفضل الله.